200 ألف ليرة لبنانية هو سعر كيلو الجنارك في أحد المحال في بيروت. صحيح أنها فاكهة تنتظر من موسم إلى آخر، والوقت الحالي ليس موسمها، لكن أن يلامس سعر الكيلو ثلث الحد الأدنى للأجور ففي الأمر سر. فما هو؟ ليه غالي؟ الجنارك مثل ما معروف هلا هو أكثر شيء بينطلب للوحام، وبما أنه هلا نحن بعد بكير ليطلع موسم الجنارك عنا بلبنان حتى بالوطن العربي بكير كتير. هلا تلبية لتطلبات الحبالة أو النسوان اللي عم يتوحموا، اضطرينا نعمل مثل ما بيقولوا نوسع النطاق لحتى نفتش لهم ونبحث وين موجود وبأي بلد ببلش قبل البلد الثاني. لقينا بعد ما وسعنا اتصالاتنا مع التجار اللي نحن نتعامل معهم إنه بتركيا في هلا مدينة بتركيا، يعني حتى بتركيا ما انتشر، في مدينة بتركيا بعيدة جدا هي بتبلش عندها الجنيريك قبل حدا تاني. بعتنا شخص طلع من لبنان وسافر، قطعنا له تيكت وراح جابهم 6-7 كيلو ورجع اجا. بعض الزبائن شم ولدوء، والبعض الاخر سال عن السعر وتفاجأ. هيك الكيلو ب 200,000؟ كيلو ب 200,000؟ لا اكيد لا. اما من تجرأ ودفع فله اسبابه الموجبه حتى ما تطلع بعين الصبي. هتشتريها؟ لا طبعا بدي اشتريها. لا غاية في نفس يعقوب. عندك حدا موحد؟ ايه طبعا، لولا هيك ما جبتهم، شو بدنا نعمل؟ احنا بتطلع بعند البلد. بالفعل يعني اول ساعتين وصلوا راح تقريبا اكثر من نص الكميه. قصيت اذا بدي اخذ من قدمه اكيد اللي بيكون عن جد عم يتوحم. انا برجع بطلق هيدي الشغله انه اذا بتكون في مره عم تتوحم ومش امكانيتها او بتحس انه هيدا الشيء عالي عن امكانيتها تيجي وبتدوق من عندنا مجانا او بتاخذ مجانا، الف صحه وهنا. الصوره التي نشرناها على مواقع التواصل الاجتماعي شكلت ماده دسمه، فمنهم من كتب شو مقطوفين من الجنه، واخرون استبدلوا حبه الالماس بحبة جنيرك. طلعت على طعمتهم طيبة يعني. أسابيع قليلة ويمتلئ السوق بالجنارك البلدي وبسعره الطبيعي.